واحد دخل السعودية وتشارك هو واحد سعودي، لما وصل في فندق ورجع عفلته وشل جوازه وراح، وذا بعد ما وصل يعني ينتظر أول يوم ثاني يوم ما حب أدع عليه ما زد أتى إليه، ونظر إذا خرج من الفندق باشل له الدورية تروحه، والهم كثر عليه والضغط شل فلوسه شل جوازه ما زجع. الله سبحانه وتعالى ورجع يترايا انه يردد الآية، قال رددها اقراها 300 مرة وستجد الفرج على هذا المعنى. ورجع يدرس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أهو زد قراه في الحلم لها بيان نقرها للآية بنفسها. فذه دروس لنا يعني إذا قراها ورددها اللحين أتى الله له، أتد الله الرجل ذاك وجاله بجوازه وأخذ حقه منه على ما بلغني. أول ما جاء لي ابن يشكر نحن نطلب له الدعاء ونطلب له ما تيسر ونطلب انه في حاله. ينظر الانسان احنا مع الله سبحانه وتعالى، لكن بنقرا القران صح، بنقرا القران ما بنفهم. قد دبرنا بنكل حين يردد واحد الايه يدبرها ولا هم يا ذهب يشتي يسال ما سال، اكد بعد جاء لك لديك المعنى اللي فهمته. لا يكاد لو يسأل ونجي له ذياك المعنى وأشكل يفيد نفسه ويفيد غيره. ذهب نقرأها وأنبتنا عليه شجرة يقطين بنقرأها ولا احنا دين، يدل على عظمة الله وقوة الله وعلم الله، بها دليل يوصلك إلى عظمة الله. حين فقدها الليلة وبينها هذه الشجرة اللي أنبتها في الساحل هناك بالعراء، وش وين الماء اللي جالها يغذيها، مع أن البحار هناك ما بين الشيء إذا يشتي يدرى واحد بين الشيء أو يشتي يوصل باء مع ملحه وملوحته وما بين ينبت. وذا أراد الله سبحانه وتعالى لنبيه فيه تذكرة عسرة. المهم ما احنا الله أعلم وين ونحبسنا ربي أبلا بين ذي الحين. قال أظهر الله ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى.